السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل. في البداية بفكركم تشتركوا في القناة البديلة تحسبا لأي ظروف، ورب بتاعها في أول تعليق. كمان في قناة مهمة قوي حب أن أنتم تشتركوا فيها، هي قناة إخبارية بيقدمها شاب مصري مجتهد اسمها ميديا الخليج، حاسب لكم برضو رب بتاعها في أول تعليق، أرجوكم اشتركوا فيها وشجعوها. إنك تطلع إشاعة ده أمر سهل جدا، ولكن إن بعض الناس تصدق الإشاعة دي وتتناقلها فده بيعتمد على حاجتين. أول حاجة مهارتك في صياغة الإشاعة، الحبكة الدرامية بمعنى أدق. تاني حاجة مدى تعاطف الناس مع الموضوع ده ومدى ميولهم لتصديقه حتى ولو كانت الأدلة اللي انت بتثقها للإشاعة غير واقعية وغير حقيقية. في الحالة دي بتصبح الإشاعة متداولة. ولكن الغريب ان انت لما تطلع إشاعة فهو انت بتوصف في الإشاعة دي تتكلم في حاجة تانية والناس تصدقها، معنى كده ان احنا قدام فئة من المغيبين. يعني خلينا نتكلم اكثر تحديدا، البنت دي هل هي بنت محمد مرسي؟ لا طبعا. كتير من الفيديوهات طلعت امبارح بالصورة دي وبالفيديو للست دي بيقول ان دي بنت محمد مرسي وان هي بتشرح ازاي ان والدها توفى، مع اننا لو شغلنا الفيديو هنلاقيها بتقول انا بنت عيد ضحروج احد المتهمين في قضية التخابر. تعالوا نسمع كده. أنا والدي عيد ضحروج النهاردة في جلسة التخابر للأسف أغمى عليه. برغم إن هي بتقول أنا بنت عيد ضحروج المتهم في قضية التخابر وبتتكلم على الحالة الصحية لوالدها وإزاي ما بيتمش الاعتناء بيها، مواضيع إنسانية ملناش علاقة بيها ومش موضوعنا خالص. إحنا مشكلتنا الناس اللي بتنزل فيديو زي ده على إن دي بنت محمد مرسي والناس اللي بتخش تعلق على إن دي بنت محمد مرسي. تعالوا اتفرجوا على نماذج التعليقات برغم إن البنت في أول الفيديو بتقول أنا بنت عيد ضحروج. من الواضح إن إحنا قدام مجتمع عربي مغيب. على فكرة نفس الناس اللي دخلت تعزي في محمد مرسي وبتشتم في السيسي برغم إن الفيديو لا بيتكلم على مرسي ولا بيتكلم على السيسي هي نفس النوعية اللي بتتابع معتز مطهر ومحمد ناصر وعبدالله الشريف وأحمد البحيري والناس دي. قافلة المغيبين. تخيل انت بقى لما يكون فيديو زي ده على سبيل المثال معمول له 1,000,000 مشاهدة و12 ألف تعليق كلهم بيعزوا بنت محمد مرسي، تخيل انت الواقع اللي احنا عايشينه شكله ايه. الأدهى من كده كمية الصفحات اللي طلعت باسم الرئيس السيسي وباسم مدام انتصار السيسي زي ما انتوا شايفين. كمية صفحات عدد مهول، كل دي صفحات بتبث إشاعات ومجموعة كبيرة من الناس بتصدق الإشاعات وبتروجها وبتتعامل مع الإشاعة على إن هي حقيقة وأمر واقع. زي بالظبط الموضوع ده، الأخ ده اللي قال امبارح إن مرسي بيقول إن هم مرضوش يدخلوني المصحف الزنزانة مع إني حافظه من 30 سنة، نفس الكلمة دي اتكررت على لسان مين؟ سلمان العودة؟ أردوغان؟ نفس الكلام، بيشيلوه من هنا يحطوه هنا، يشيلوه من هنا يحطوه هنا، بيتعاملوا مع قطيع مغيب ما عندوش فكره ان هو يفكر ولا يدور ولا يبحث. ارجوكم تصدوا للاشاعات دي. اي صفحه تقابلوها باسم شخصيه شهيره وتشكوا ان هي مزيفه اعملوا بلاغ فيها سواء على تويتر او على فيسبوك او على يوتيوب. اي فيديو تشوفوه كاتب عنوان والمحتوى بيتكلم على حاجه تانية خالص يا ريت تعملوا له بلاغ. الناس دي ما ينفعش تكون وسطنا لان الناس دي هي اللي بتبث الفتنه ما بيننا وبتغيب عقول كتير مننا. ارجوكم تصدوا للاشاعات. اللسعة دي لكل واحد بيشوف حاجة غلط وما بيحاولش يقومها ولو حتى ببلاغ صغير على وسيلة التواصل الاجتماعي. اللسعة دي كمان لكل واحد يبقى قاعد في قاعدة مع مجموعة من الناس سواء كان أصدقاء أو قرايب وبيتم تداول إشاعة قدامه من غير ما ينتقدها ويبين الدليل على كذبها. كفاية لسعة لحد كده. لو عجبك المحتوى مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وما تنساش تشترك في القناة البديلة ويا ريت تبص بصة على قناة ميديا الخليج ولايك وكومنت وشير وانت معدي. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.